مخيم موريا، أسوأ مخيمات النازحين من تركيا لليونان. المخيم يقع بالقرب من جزيرة لوسبوس اليونانية التي تتمتع بمناظر خلابة، إلا أنها تضم مخيما للفارين من الحروب والعنف في بلادهم عبر رحلة محفوفة بمخاطر الموت غرقا أو جوعا، بعد توصل الدول الأوروبية وتركيا إلى اتفاق وقف تدفق المزيد من اللاجئين. ارتفع عدد اللاجئين داخل المخيم قرابة 8000 لاجئ ينتظرون طلبات لجوئهم لليونان طمعا في استقرار أوضاعهم. اكتظاظ المخيم وعدم إيفاء أوروبا بالتزاماتها لمساعدة اللاجئين ساهم في انتشار أعمال العنف نظرا للاكتظاظ الشديد، انتشار العديد من الأمراض لقلة الحمامات ودورات المياه، انتشار العنف الجنسي لأسباب طائفية، انتشار المخدرات وتعاطي الكحول وحالات السكر.